غاب نشاط النقل البري الرسمي ما بين الولايات، وحضر النشاط الموازي وانتعش لكن بأسعار مضاعفة. أنا دوكا راني نخدم مع واحد بالتليفون، وما كاين لي طاكسيات هنا تما يخدموا كيما نقولوا بلاك ماركت، سوق سوداء هكا، يجوا يريحوا يقارو مخبيين ويحوسوا على لي كليون اللي يجوا لهنايا يحوسوا عليهم ويدوا معاهم 300,000 350,000. كانوا يديروا 90,000 100,000 قبل ما الكورونا هذه، دوكا طلعوها يبروفيتيو. انا نروح ب 50,000، هما في الصحراء هم يديروا لهنا ب 300,000. سيارات كلونديستان فرضت نفسها ونظمت سوقها، اصحابها يبررون سلوكهم بطول فتره الحجر الصحي. احنا نخدموا انوار اختي، انا نخدموا انوار باين باللي البري راح يكون زايد. هذه هي اختي نار تفتح لاكار ان شاء الله يرجعوا، ما يعيطونا في تليفون ما والو، يدخلوا للقيشيات ريزيرفي يقلع كيما كانت الحياه الطبيعيه. ما ناس زايدين لهم بزاف اختي، زايدين لهم ديفيرونس تاع 50,000 هذا ما كان، كيما ورقله كانت ب 150,000 لاكار، درك انا نديو فيهم 200,000 250 سا ديبون. هذه هي. امام هذه التجاوزات دعت نقابه الناقلين الوزاره الوصيه للتدخل العاجل وإعادة النقل ما بين الولايات مع تقييده بنسبة 50%. بس سعيرة يزيدوا لها 4 أضعاف و3 أضعاف و5 أضعاف، هذه يعني وشكون هو المواطن اللي يتنقل معهم؟ المواطن البسيط الزوالي المسكين الخدام اللي عنده بيخدم بعيد على دارهم، يستغلوا الفرصة، يستغلوا الضغط تاع الناس تاع هذو المسافرين هذوما. هذو الناس نطلبوا ربي يهديهم، ربي يهديهم. وكاينة واحدة أخرى، حاجة أخرى، الجهات الوصية وعلى راسها وزاره النقل وراهي مادام كرونديستان او داير فوضى منظمه، كريا خلق محطه جديده، محطات تاع محطه خاصه بكرونديستان ومنظمين، وعندهم منظم الرصيف، وعندهم اللي يجيب الزبائن، اللي يراوغ الزبائن، واللي يراوغ الزبائن عنده 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 التشيب تاعو. هكذا استغل القطاع الموازي قرارات الحكومه بتوقيف نشاط النقل البري ما بين الولايات. انتعش نشاطه بنسبة كبيرة لكن على حساب المواطن البسيط.